بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. الرحمة المهداة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الحكيم الذي كان يعد لكثرة ما فيه من أنوار. وهو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأنه أوتي جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لما يجمع المعاني الكثيرة العظيمة. لما أقول لكم إن العلماء عملوا علم الفقه، ولما جمعوا الفروع بتاع الفقه وجدوها 1,200,000 فرع فقهي عشان يقولوا تفصيل معنى الإسلام، لأن علم الفقه حطوه عشان علم الإسلام، العلم اللي بيجي يخلي الإسلام نعيش به. 1,200,000 فرع فقهي. لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع علم الفقه ويجمع علم الديانة كله، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وإحنا قلنا إن الحديث ده بيقدم لنا حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. لما الناس عندها أوجاع كتير، ولما الناس بتتعب كتير، الحديث ده لأنه بيتكلم عن الإسلام، فكان بيتكلم عن أصول السلام النفسي الخمسة. ممكن إحنا في هذا العصر مليء بالأوجاع، مليء بالمخاوف، مليء بالقلق، مليء بالإحباط، مليء بالأوهام، مليء بالتحديات، وجدنا إن الخمس معاني دي بتربص إلى خمس أصول للسلام النفسي. يعني إيه سلام نفسي؟ في حد بيقول أنا عايز أرتاح، عايز راحة البال، عايز أقعد من غير مشاكل، مش عايز أتعب. وعشان كده كانت الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بترمز إلى البصيرة. والصلاة بترمز إلى الصلة مع مولانا سبحانه وتعالى، الصلاة صلة بين العبد ورب. والزكاة بترمز إلى خدمة العباد. والصوم بيرمز إلى الخصوصية بين العبد ورب. والحج بيرمز إلى تزكية النفس وجهات النفس. وعشان نقدر نطبق هذا الحديث، إحنا محتاجين بعض الصالحين، بعض الذين يعيشون الحياة في تفاصيلها لكي نكون معهم، عشان نتكلم في ده، ونتكلم إزاي ده هيكون سبب من أسباب سعادتنا. إحنا معانا الأستاذ هاني بدير. إزيك يا أستاذ هاني؟ يا كتير، يا عمل إيه؟ الحمد لله بخير. ومعانا الدكتورة سوزان السيسي. أنا مثلا زي حضرتك يا مولانا. دكتورة سوزان، إزاي في مجال عملك تقدر تعملي تطبيق على حديث بني الإسلام على خمس وتتكلمي عن السلام النفسي؟ وأنا مجالي في شغل الكمبيوتر ومساعدة العملاء في خدمة ما بعد البيع. فإحنا في الأغلب بيجي لنا مشاكل، يعني إحنا شغالين في المشاكل، وإن الدنيا دايما يعني كأننا بنطفي حريقة يعني. فلو إحنا تيقنا أو عندنا إحساس إن إحنا مش بنعمل ده لوحدنا، ان احنا معانا ربنا، هو اصلا شايفينه في الموضوع، ان هو مش سايب عباده في يعذبهم، او مش سايب عباده يتلقوا المشكلات وحدهم. ايوه بالظبط كده. فده بنحس بعون ربنا وبمدده في كل تفصيله من تفاصيل شغلنا. من اول ما ان انا ده ممكن ادخل في مشكلة أنا عارفة الأساس بتاعها، بس مش عارفة أبعدها، لأن أبعدها عند العميل نفسه. بالإضافة إن ممكن يبقى إن لسه فده شغل، فده جزء وكأنه غايب بالنسبة لك، إن سبب مشكلة عند العميل نفسه أنت مش عارفاه، فأنت هتتلقي حاجة أنت مش عارفة إيه اللي هيفرع في وش. بالظبط. والعميل نفسه ما عندوش العلم الكافي إن هو يوصف، حتى يوصف المشكلة عاملة إزاي، ولا يديني المعلومة السليمة. فكوني ان انا بدخل بمدد ربنا في الموضوع من اوله، وان الاقي ان الحاجات بتتكشف واحده واحده،
وان الحل بيجي مع التجربه، ان احنا نجرب نعمل ده ثم ده ونمشي وناخد بالاسباب، فده بيديني في الاخر ايه ده اتحل سبحانه وهو اللي حلها من عنده. فدي فكره ان معايا، ان انا شايفه معيه ربنا. كمان ان فكأن انا حضرتك بتتكلمي عن تطبيق البصيرة، ان هو جاي من شهادة ان لا اله الا الله، فانت مشاهدة ان هو لا حول ولا قوة الا بالله، فانت شايفة ان ده بيساعد في حل المشكلات، ان احنا لما نيجي ندرب الناس ندربهم على ان هم معاهم مدد ربنا، بالفعل فما تخافوش من المشكلات. بالظبط بالظبط، لان لو خوفنا بنكش مش هنعمل حاجه خالص، طيب وطبيعي ان كل المشاكل بتبقى جديده. دكتورة سوزان هرجع لك تاني، بس كمان خلينا نشوف السيدة هاني. السيدة هاني بدير، ايوه، ايه الاخبار؟ كنت بتتكلم على ان انت عندك تطبيق لكمان للكلام بتاعنا ده وتعالى مسألة الموسيقى. والله والله يا مولانا، الموضوع ببساطة شديدة هناخده للتذوق. ما هي الموسيقى جمال، صحيح. فأنا لو أنا كنت بسمع الأصوات المخلوقات حد ذاتها لوحدها، فهو ده شيء مما يدعو للتفكير، إنك ترى الجمال في خلقة ربنا. طب ما بالك بقى لو أنت قاعد في وسط أوركسترا بيعزفوا لحن موزع بنظام إنساني كله جمال في جمال، وبيوضح قد إيه إن ربنا يسر الامر للمؤلف ده، وبعدين يسر الامر ده للفرقه دي انها تطلع منتج خلي الناس تتامل في هذا الجمال. يعني لان في بعض الاحيان لا بيوسر ان واحد يوصل لهذا الامر، ولا بيوسر للناس تنفذه، ولا بيوسر ان الناس تتذوقه حتى. ايوه، فما بين الاركان الثلاثه دول يظهر الله سبحانه وتعالى، ما بين اللي لا الف ومن اللي نفذ ومن اللي ذاق. اللي سمع، ايوه بالظبط. وبالتالي كده انت لو انت شفت المساله بالطريقه دي هتشوف ربنا، وده المطلوب في انك تزكي نفسك. يعني انت شايف ان احد اشكال رؤيتنا للموسيقى هو ان نرى ان هذه الاصوات وفق الله سبحانه وتعالى بها الناس الى ان هي تصغها بشكل معين، ثم الناس تقدر تنفذها الى ده، والشخص يتذوقها بنفس المراد اللي عملها صاحبها، ويمكن مختلف ويمكن احسن، وفي كل دولة بينهم غيب وهو أن ترى الله بين كل هؤلاء، صحيح كده؟ صحيح كده يا سيدي. أستاذ دكتور سوزان، نكمل مع حضرتك في نفس المسألة. إيه تاني من التطبيقات اللي أنت بتشوفي فيه البصيرة، أو بتشوفي فيه كمان الصلة، أو بتشوفي فيه الخدمة، أو بتشوفي فيها خصوصية، أو حتى بتشوفي فيه كمان التزكية؟ تطبيقات بقى بالنسبة للخدمة، الحمد لله ربنا موفقني ان انا متطوعة في شوية حاجات كده، خدمة للناس. فعلا بشوف قد ايه الوسع اللي بيجي من الخدمة، يعني التطوع، وان انا انزل اساعد الناس ايا كانت المساعدة، بتخلي الواحد شايف قد ايه ربنا بيساعد كل المخلوقات وكل عباده، مش ملهاش علاقة خالص بإن العباد دول طائع أو غير طائع. الله أكبر. وقد إيه الجمال في إن أنا بتعلم من كل حد، يعني كل حد بعمل له خدمة بلاقي إن هو بيديني دروس كتيرة قوي، من أهمها إن أنا إن كل حد فعلا عنده جمال، كل حد عنده علم كتير ممكن يدهوني. مش لازم العلم ده إن هو يكون عالم، ولكن ان هو عنده علم حياتي بيقدر يدهوني ببساطه. استاذ هاني، انا استاذ هاني لسه معانا مش كده؟ ايوه. استاذ هاني، اخر سؤال، انت شايف ليه الناس بتستخدم الموسيقى في حاله من حالات تسكين النفس وتهدئه النفس؟ ليه؟ والله ممكن يكون السبب بيكون غايب عن اللي بيستخدمها بهذه الوسيله. ولكن انا في تدريسي هتكلم عن حاله غريبه شويه. في تدريسي للموسيقى وانا بدرس، كان في ناس بيبقى عندها يعني شبه امراض عصبيه ليها علاقه بالشلل، لما اتمرنوا معايا جابت نتيجه مباشره، انها بتحل الضغط في التفكير في المعقدات. يعني هو بيبقى بيلعب حاجه سهله عليه في الايقاع، وبالتالي بيشيل كل الاشياء اللي بيفكر فيها، فبيتعمق في اللي بيعمله، وبينبسط لانه السبب هو انه رفع من على كاهله ضغط التفكير في هذه الاشياء، مما يدعو لانه الموسيقى ممكن تكون بتخلي الناس
تبعد شويه المساله بتاعت الضغط اليومي او الحياتي عنه، فيحس بشويه بهجه. استاذ هاني انا شاكر لحضرتك، استاذ هاني بدير انا شاكر لحضرتك مشاركتك معانا، واتكلمت في منطقه في غايه الاهميه، وبتخلينا نقدر نفهم كتير من اللي قاله العلماء، ان الموسيقى اداه من ادوات الفتح وادوات من ادوات النور والبركه عندما تكون بتدل على القيم. استاذه دكتوره سوزان سيسي انا شاكر لحضرتك جدا على هذا الكلام الجيد والمهم في الكلام مع حل المشكلات للعملاء، وكمان الكلام المهم جدا اللي حضرتك تفضلت بيه عن الخدمه. يا ساده، هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تعالوا نعمل خمس حاجات في حياتنا. أول حاجة تعالوا نزود بصيرتنا. عايزين تزودوا بصيرتكم، شاهدوا أن كل فعل من أفعالنا بيرجع إلى فعل الله سبحانه وتعالى. فيحصل إيه بقى؟ يحصل حاجة مهمة قوي، قللوا الأحكام على الناس وشوفوا فعل الله في الناس. عايز تبقى إنسان صاحب بصيرة، توقف توقف كل يوم، درب نفسك على أنك أنت تتوقف عن الحكم على الناس. لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كده للصحابة، لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم وأنا سليم الصدر. عايز تبقى عندك سلام نفسي، توقف عن إطلاق الأحكام على الناس. أوصف الناس، أوصف أن دوت فعال من غير ما تحاول بقدر الامكان ان انت تحكم على الناس. دي محتاجه تدريب. كل يوم بعد صلاه العشاء لاحظ نفسك انت قد ايه نزلت منسوب حكمك على الناس. كل ما هتجد حاجه غريبه جدا وده مجرب، كل ما تقلل احكامك على الناس كل ما تلاقي بصيرتك اتنورت، كل ما تلاقيك شايف فعل الله ومراد الله في الحياه، وكل ما اصابك سكينة وهدوء. تاني حاجة، لازم كل حاجة بتعملها تربطها بمولاك. نتعود بقى نرجع تاني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس بنقول بسم الله الرحمن الرحيم واحنا شايفين مدد ربنا سابق ايدينا في الحاجة وسابق فعلنا في الحاجة. فنتعود ان احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واحنا ناظرين إلى مولانا. يبقى حصل بصيرة وبعدين حصل صلة، كل عمل بنعمله ماشي بنور الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى تاني، بسم الله الرحمن الرحيم أي كل عمل أعمله ربي معي وربي يمدني، فأنا أعمل الأعمال بصلة مولاي. فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم املأ قلبك بهذا الأمر، وشوف بعد كده الحياة هتكون إيه؟ هتكون أنت في سلام نفسي إن معقولة أنا هتحمل كل ده؟ لكن لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الأمر زي ما كده دكتورة سوزان، بسم الله الرحمن الرحيم أنا رايح على مشكلات العملاء، بسم الله الرحمن الرحيم أنا رايح على مشكلات بيتي، بسم الله الرحمن الرحيم أنا رايح أدعم ابني اللي هو عنده امتحان وفي الضغوط، أنا مش هشيل، ده اللي هيشيل مولانا سبحانه وتعالى، بس أنا رايح وبدعمه. بعد كده كمان إحنا محتاجين بشكل واضح إن إحنا نشتغل على الخدمة. أوعى تخلي يوم من أيامك من خدمة، خدمة تقدمها لحد، ودايما خلي الخدمة من الخدمات اللي أنت بتحبها. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لو الخدمة اللي أنت بتحبها إن أنت تقول لحد كلمة حلوة تطلع أحلى ما فيه قولها. لو من الخدمات اللي انت بتحبها الابتسامة ابتسم. لو الخدمات اللي انت بتحبها ان انت تشيل مع حد حاجة اعملها وداوم عليها، وكل يوم زود خدمة جديدة في حياتك هتحس بسلام نفسي. عارف ايه اللي بيخليك ما تحسش بسلام نفسي؟ ان انت تقول ان الناس دول ما يستحقوش. انت بتخدم لانك انت بتخدم السيد سبحانه وتعالى، بتخدم الملك، بتخدم الملك في عياله. ولذلك ايه اللي هيحصل؟ هتحس بسلام نفسي لما تعمل خدمة كل يوم حتى لو كانت الخدمة دي بسيطة. كمان حاول كل يوم ببساطة خالص ان انت يبقى عندك مناجاة مع الله. لو انت عايز تبقى عندك سلامة نفسية هتلاقي الناس اللي ما عندهمش سلامة نفسية بقالهم مدة ما كلموش ربنا. خلي كل يوم قبل منتصف بعد منتصف الليل
خد 10 دقايق وناجي مولانا لو كنت من أهل السهر، أو قبل النوم خد 10 دقايق وناجي ربنا قبل ما تنام. كمان آخر حاجة لازم تعملها، اوعى تنسى ان انت دايما لازم تترقى، اوعى ترضى ابدا ان انت تفضل في مكانك. ولذلك كل عبادة بتعملها اعملها بمعنى جديد، اغمسها في تزكية النفس، مرة اغمسها في التخلية ومرة اغمسها في التحلية، وجهز قلبك لتجلي الله عليك. يا رب اجعلنا من أهل السلام النفسي على الدوام، واجعلنا من أهل إعمال الإسلام في حياتنا، حتى تصبح حياتنا كلها باب من أبواب الرضا، وباب من أبواب النور، وباب من أبواب السلام النفسي. يا سلام، إلهمنا السلام واجعلنا من أهل دار السلام.